مرحبا بكم. سنعرض لكم اليوم في هذا الفيديو مجموعة مختلفة من الأصوات الحقيقية للكواكب والأجسام في مجموعتنا الشمسية. ولكن إذا سألتك الآن، هل يمكننا سماع الأصوات في الفضاء؟ فإن الإجابة الأكثر شيوعا هي لا، ولأن الفضاء كله فراغ والصوت لا ينتشر في الفراغ. ولكن هذا الاعتقاد أصبح خاطئا وفقا لما نشرته وكالة ناسا من تسجيل حالة حقيقية لأصوات الكواكب والأجسام في مجموعتنا الشمسية. ولكن بما أن الفضاء هو عبارة عن فراغ لا هواء فيه، فكيف تم تسجيل تلك الأصوات؟ كما نعلم، توجد أشكال مختلفة يمكن أن تتحول الطاقة لها، حيث أن أصوات الكواكب هي عبارة عن موجات راديو تنتج نتيجة حركة الكواكب وتنتقل دون الحاجة لوسط ناقل مثل الهواء. والآن لنستمع إلى أصوات الكواكب في مجموعتنا الشمسية.
لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، وشكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.